مثل العادي لما بفي مو ضروري بكير لأنه أحيانا بسهر كتير بالشغل، بس أنه لما بفي دغري بعمل القهوة تبعي، بشرب القهوة هيك شوي وبجي على أساس بدي أخذ راحة لأنه تعبت كتير من النوم. بس حاول شوف شو في شغلات، تعليقات مثلا أو أي شيء ممكن يعطيني فكرة لفيديو جديد. بس بهاليوم شفت تعليق كركبني خربط لي نهاري، حسيت شيء أول مرة بشوفه، فقمت هيك بسرعة وقلت لحالي وقف لنشيل النظارات يا حبيب القلب، لازم تشوف مني. صرت أقرأ وعمل بحث لأنه بالفعل هذا السؤال حسيته غريب، سؤال كان جديد علي وشي طبيعي. فقلت لحالي ما بكفي على الجوال قوم على الكمبيوتر، وقعدت اتصل ادور على الكمبيوتر. السؤال كان رأيي في رياضة غزلة الأطلس، قعدت اتصل ادور لأن ما فيني أعطي رأيي بشي ما بعرفه. صرت ادور، فتحت أول فيديو لقيت ناس عم يعملوا كابيداتشي، جاكوتسوكي، شودانسوكي، وحدا عم يشرح عن اللعبة، وفي ناس عم ينفسوا حركات تقريبا مثل الكاراتيه. بس ضليت مركز عم حاول طلع أكثر لشوف أكثر وأفهم أكثر شو القصة. صرت أبحث عن نتائج تاني وأكتب ودور وحاول أشوف أكثر، ولقى الناس عم يعملوا أشياء يعني تمرين جدا عادي مثل تمرين الكاراتيه اللي بنعمله بالعادي. طبعا التمارين مو حكر على الكاراتيه، تمارين الإيطالي، تمارين الإحماء، التمطيط، حتى بنشوفهم المواشي كري، هي الكاراتيه يعني معذرة تانية. مهم لا شروحات كتير، ما بكتفي بروح ببحث عن مقالات عن اللعبة، فبروح بطلع بلاقي كمان مقالة يمكن من ويكيبيديا أو من مواقع تاني وبقرأ عن الموضوع، بقرأ أكتر بكتشف إنها رياضة عربية ماليزية المنشأ. وطبعا إذا بترككم أنتوا راح تشوفوا كتير وتقروا كتير عن الموضوع وراح تكتشفوا إن هي بكل بساطة عبارة عن رياضة الكاراتيه ولكن تم تعريبها في ماليزيا. السلام عليكم وفيديو جديد. هذا يا جماعة الخير، يعني أنا صراحة عم حاول لاقي صياغة جيدة للموضوع أو صياغة جيدة للجواب بحيث ما تكون جارحة وكمان ما يكون مبالغ فيها. يعني رياضة أسد الأطلس، أنا بوجهة نظري كونه هذا السؤال أجاني ما كنت بعرف عن أي شيء أبدا إلا لما شخص كتب لي بالتعليقات شو رأيك بها رياضة، أنه كتير بيجيني أسئلة شو رأيك بالكونغ فو، شو رأيك بالتايكواندو، شو رأيك بكذا، شو رأيك بكذا. أما لما أنا كشخص باخد على سبيل المثال رياضة الكاراتيه، رياضة الكاراتيه تماما، وبعمل عليها بعض التعديلات اللي هي بغير التحية، بغير بعض الأفكار وبسميها اسم تاني، فأنا صفيت المخترع أو المنشئ لهذا الشيء. ما بعرف، أنا رح أترك التسمية لإلكن، أنا ما بعرف شو بدي سميها، رح أترك التسمية لإلكن. أنتوا شو رأيكن؟ شفتوا شيء؟ دوروا رجاء على الفيديوهات لأنه رح نشوف أنه المدرب عم يقول هي رياضة عربية وهو حدد بشكل خاص، يعني أنا من الشروحات اللي شفتها حدد بشكل خاص هي عربية بحت، يعني اسماء الحركات باللغة العربية وحتى التحية لا يوجد فيها انحناء. بغض أن أتحفظ عن هاي الكلمة لا يوجد فيها انحناء، لأنه تعرفون إحنا بننحني باليوم 7000 مرة، ولكن لما تكون التحية في الكاراتيه، يعني جاء كتير انتقادات على هذا الموضوع، التحية في الكاراتيه لأنها تدل، يعني هي تعبر عن الاحترام والمحبة والاحترام بشكل عام، لا هذا لا يجوز، المسلم لا يجوز أن ينحني، والعربي لا يجوز أن ينحني. بس هنين معليش هنين يعني غيرنا عادي ممكن لازم ينحنوا، ولكن نحن لما ما بنعمل هذا الشيء باعتراف أنه ثقافتنا مختلفة عنهم فهذا ما بنعمله، أوكي أنا مع الموضوع، أتفهم الفكرة، ولكن أنا لا أؤيد الفكرة، ولكن أنا أتفهم الفكرة، من المبرر قول هذا الشيء. كمان على سبيل الانحناء بوضعية التحية اللي هي الأس من الهايسكو داتشي أو من الموسيبي داتشي، كمان بيقولوا انحناء لا يجوز ما بعرف شو. أوكي بالسعودية مثلا سمعت لاعبين من السعودية عم بيقولوا نحن ما بنعمل هذا الشيء، أوكي أنا أتفهم هذا الموضوع تماما. لما بيكون نحن بنلعب رياضة معينة
على سبيل المثال أنا أتكلم عن الكاراتيه كونه أنا بعرف لاعب كاراتيه ومدرب كاراتيه، لما بنعمل هذا الشيء أو بثقافتي في بلدي ما بنعمل هذا الشيء وبكون واضح وصريح مع الجهة المعنية، يعني إذا أنا كنت عن مدرب ياباني عليه أو مدرب بعيداً تمام مدرب مسيحي خيو، وأنا بدي أقول له أنا بدي أعتذر لأنه ما بحسن بعمل هيك لأنه بثقافتي بديني غير مستحب حرام غير مقبول، أوكي، ولكن إني أخذ رياضة كاملة وأهدم كل ثقافتهم وأهدم كل التعب اللي هن عملوه وضيف علي أنه بدال ما أعمل التحية أعملها بطريقة تانية، أو بدال ما أقول التشودان سوكي نقول اللكمة المزدوجة أو ما بعرف شو. على فكرة اللكمة المزدوجة هي موروتو تسوكي، بقول أنه هاي اسمها اللكمة المزدوجة، فهون صفى في اسم تاني للموضوع. أنا آسف يا جماعة يمكن طولت ويمكن حكيت بأشياء ما لازم أحكي فيها، بس هاي وجهة نظري بشكل عام. أنا أتمنى ما حدا ياخد كلامي على أنه كلام صحيح، ابحثوا عن الموضوع اتأكدوا منه، وإذا كان هذا كلام صحيح خبروني اكتبوا لي بالتعليقات أنه أنا بحثت ولقيت أنه هذا كلام صح أو وجهة نظرك من المبرر تقبلها. وعلى فكرة ما تفكروا أنه هي هي الرياضة الوحيدة أو هذا الشخص أو هذا المؤسس الوحيد من هذا الموضوع. أنا شفت مرة علي كتير ناس، يعني شخص بألمانيا اتصل فيني حكى معي قال لي أنا أتدرب الرياضة الفلانية. قلت له هاي أول مرة بسمعها، من وين هي بألمانيا وشو وضعها؟ فبعت لي صور، يعني عم يعمل كاتا ام بي، يعني هو عم يعمل كاتا ام بي تماما، لابس بتلي سودا واسم تاني يعني للرياضة مدري شو كان اسمها، وقال لي انا معي حزام اسود من هي. فطلعت هيك قلت له يا اخي هي رياضه غير معترف فيها اساسا وما لها اتحاد، ما بعرف اساسا اذا لها اتحاد ولا لا، وعم تعمل انت كاراتيه يعني كاتا ام بي نفس المسار نفس الحركات كله، وعلى اي اساس اخذ حزام؟ مع احترامي له، يعني مع احترامي لكل الناس اللي بتحاول تطور وتعمل شيء حلو، ولكن بغير ما راح اقول سرقه من دون اخذ، لانه السارق عادة إذا واحد سرق يقول لك أنا ما عم بسرق أنا عم استعير أنا عم باخد أنا ما بعرف أسماء كتير، لأنه مثل ما حكيت أنه حتى السارق أو حتى المجرم لو له تبرير للأفعال السيئة. أنا ما عم أقول إذا شخص عمل شغلي سيئة وله تبرير لهذا الموضوع فأوكي انحلت المشكلة، لا، الخطأ يبقى خطأ والصواب يبقى صواب، ولكن الفكرة من الموضوع أنه أي شخص بيعمل أشياء تخالف أو حتى تخالف القانون العادات والتقاليد وكذا راح يكون في المبرر بغض النظر شو هي العقوبة أو شو هي النتائج، تمام؟ فأنا انزعجت لأني قال لي أنا دافع 500 يورو امتحان حزام أسود من رياضة غير معترف عليها بألمانيا، حتى يعني مو انه دوليا، رياضه غير معترف عليها بالمانيا، يعني بالمنطقه نفسها مو معترف عليها، الشهاده ما يعني حتى الختوم اللي عليها ختوم لا قيمه لها. انا هي وجهه نظري بهذا الموضوع، اتمنى ما اكون طولت عليكم. شوفوا يا جماعه واعطوني رايكم اذا بتلاقوا فيها شبه كبير، بس انتم شوفوا. على كل حال هذا كان رايي يا جماعه، انا اتمنى ما اكون طولت عليكم، شكرا جزيلا للمتابعه، نلتقي الفيديو الجاي ان شاء الله، سلامات.